السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. اليوم بصور لكم سيارة عائلية رخيصة لحد ما، اقتصادية تنفع صراحة الاستخدام يعني كسواق، كمثلا تبغى تشتريها أنت تودي بعض مرات مشاوير أطفالك المدرسة الصباح، تبغى سيارة كذا بس حقت مكدة صغيرة فعليا، وما تخاف من موضوع حوادث لا سمح الله، ما تخاف من موضوع قطع غيار بشكل عام أو استهلاكيات، وبنفس الوقت صرفيتها حلوة. سوزوكي أرتيغا موديل 2023، سيارة عائلية تجيب 3 صفوف للركاب، تسع لتقريبا 7 أشخاص في السيارة. قبل كل شيء سعر السيارة 67,300 وين موجودة لدى شركة الصفح للتجارة. هذه الفئة اللي أمامكم هي الفئة الستاندرد حاليا في السوق، تجيب إنارة فول هيليجين الأمامية كمواصفات عملية، ما عليها لا حساسات ولا شيء، شبك فيه كذا بعض الجزئيات الكروم. هذه مفاتيح السيارة زي ما شفتوا في المقدمة، مفاتيح عادية وبسيطة جدا، جنوط حديد عليها طيس، مقاسها 15 إنش. هذه السيارة لونها لولي، في لون ثاني اللي هو الفضي تقريبا لأنه مايل درجة مختلفة. دخول من خلال ريموت، إشارة في المرايا، الصرفية التي الواحد يمشيها 17.7 كيلو، تقييم ممتاز، بنزين 91، سعة خزان الوقود 45 لتر، فصرفيتها منطقية لحد ما. كمحرك تجي محرك 1.5 لتر 4 سلندر، يولد قوة 103 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن متر، غير 4 سرعات دفع أمامي. فمواصفات السيارة بسيطة جدا وما فيها تعقيدات كمحرك. هذه السيارة من الجانب نشوف كيف كطول، تتشابه كطول مع تويوتا راش. تويوتا راش كويس لكن أحسه ضخم على الفاضي، يعني ما أحسه يسع سعة محترمة زي هذه السيارة صراحة. 4 حساسات خلفية مع كاميرا خلفية، كمواصفات جميلة صراحة، يعني استخدام عملي. إنارة فل هيليجين بخلاف الإنارة الأساسية جاية LED كنقاط داخلية. السعة الخلفية هذه نلقى عليها نظرة، تفتح يدويا، خلنا نفتح سنتر لوك بس تشوفون كيف. هذه كسعة خلفية مع طي الصف الثالث، عندنا كوب هولدر خلفي، التكييف واصل من الأعلى فعليا، تمام. هذه كأكسسوارات السيارة، كصف ثالث قفل بشكل يدوي. نجي لداخليتها، هذا كرتون برضو في بعض الأكسسوارات من الوكيل، مقاعد قماشية كصف ثالث برضو، هنا تشوفون كيف الدخول والخروج بشكل سهل وجميل. الزجاج طبعا طويل جدا كطول وكعرض، سعة جدا كويسة. السيارة مريحة إلى حد ما صراحة كمراتب، مو بقاسية أبدا. هذه نأخذ شوي بس الجزئية هذه، شوفون كيف يعني كسعة جميلة، المراتب مقدمة زيادة على اللزوم. التكييف زي ما ذكرنا من الأعلى، شوفون كيف من هنا تحكم فيه، من هذا الفرار اللي موجود هنا، والشفرات موجودة كأربع فتحات تهوي للي هنا وللي ورا. تحت في الأسفل عندنا منفذ طاقة اللي هو 12 فولت فقط بدون منافذ أخرى. نجي لجهة السعر، المقاعد الأمامية أيضا قماشية بس أقسى شوي صراحة من المقاعد الخلفية شوي. التحكم في الحساسات مع التراكشن، فتح التكييف هنا موجودة، التحكم في المرايا بالإضافة إلى طيها على فكرة تطوى كهربائيا، يعني زجاج الساق جاي كهربائي. هذه خلوني أرجع بس مرتبة الساق شوي ورا، والله ما ترجع، هذا آخر شيء بس إنه مرتفع نوعا ما. السيارة نقول بسم الله، شوفون كيف المرايا فتحت، فيها شاشة السيارة، عجلة قيادة مكسوبة بمادة الربر، فيها مثبت سرعة، من الأشياء الجميلة صراحة. تحكم في الميديا مع الأوامر الصوتية وغيرها، الإنارة أيضا تقدر تتحكم فيها من هنا، خلونا نشغل التكييف. مساحة الزجاج برضو موجودة هنا، الإعدادات جاية تقليدية، فيها شاشة في المنتصف لاستعراض أهم البيانات من خلال هذه المقابض أو الفراغات الموجودة هنا، صحيح أنها تقليدية بس يعني تخدم كسيارة زي كذا. فتحات التكييف زي ما ذكرنا في الأمام موجودة هنا، موجودة هنا صراحة، تكييفها أشوفها كويس، أول ما شغلت سيارة مباشرة ما شاء الله بارد. بالنهاية سوزوكي يعني تكييفها منطقي دايم. الشاشة تدعم خصائص الميديا ككل، هذه تشوفون كيف، ما أدري إذا فيها كار بلاي ولا لا، نرجع يبين لك كم الصرفية وغيرها. فيها الكاميرا الخلفية هذه، معليش المقبض من هنا، شوفون كيف.
زر التنبيه الرباعي هنا موجود مع التحكم في التكييف. تحت عندنا منافذ طاقة يو اس بي 12 فولت، وايضا في عندنا خلينا نقول زي الهواية للكوب هولدر هنا، يعني بحيث انه كسواق كشخص يعني مشاوير، هي سيارة مصممة من المشاوير، فانه مشروبه يبقى بارد كموية وغيرها. صراحة حركة جميلة يعني، لفتة جميلة. الجير هنا موجود لاربع سرعات، الجنانط اليدوي، المسند الوسطي جدا بسيط وصغير لابعد درجة، حرفيا يدي تغطيه بالكامل، من اصغر المساند اللي شفتها في حياتي. تتقدم بعد، شوف يدي اكبر منه والله. على جهة اليمين فتحات تكييف ايضا مع مساحة تخزين، زجاج كهربائي، مراية تعتيم يدوي وليس تلقائي، نارة السقف جاية هيلوجين، شماسات بدون مراية للساق، ولا الراكب بس عنده مراية بدون إنارة. في هنا فتحات تشوفون كيف اللي تسحب التكييف، تحسونه ميني فان فعليا هو، يعني مو فان لا ميني فان كذا، ما ادري كيف جاي. فصراحة ينفع استخدام عائلي مكدة، نشوفها سيارة جميلة. هذا هو ككل من الداخل، خلونا نلقي نظرة على بقية التفاصيل الخارجية ونختم. ولا هنا وصلنا لنهاية التغطية لهذا اليوم. زي ما قلنا سعر السيارة 67,300 ريال شاملة ضريبة، وموجودة عند شركة الصفح اللي هي التجارة، توفر منها لون أبيض، توفر منها لون فضي، وأيضا في ألوان أخرى إن شاء الله جاية في الطريق. السيارة صراحة تنفع لاستخدام يومي عائلي بكل ما تعني الكلمة، أنا أشوفها مو بخسارة على سيارة للسواق، شخص مثلا أو أحد الأخوات مثلا تبغى تروح وتجي لدوامها، عندها فلوس بس ما تبغى تسوق، تبغى سيارة للسواق حقت مكدة، شوفها سيارة مناسبة. نفس الكلام تنطبق على عائلات وغيرها من الاستخدام العائلي. يعطيكم العافية على المشاهدة. أرقام شركة الصفح موجودة في صندوق الوصف للناس اللي حابة تستفسر عن السيارة أو أي سيارة أخرى موجودة عندهم، قولهم طرف قناة يزيد بإذن الله ما راح يقصرون معاكم. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسون تشتركوا معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان تصلكم مقاطعنا أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي تيك توك سناب شات وإنستغرام. يعطيكم العافية على المشاهدة، في أمان الله.